وصفات لناس في دهون الكرش والارداف. السلام عليكم ورحمه الله، معاك النيوتريشن كوتش عمرو شعراوي. اهلا بيكم في سلسله اخطاء مدمره في الدايت الجزء رقم 7. كلنا نفسنا ان احنا نبدا نخسر دهون بدون وجع التمرين او الدايت، وفي نفس الوقت بيكون بطريقه سهله وبسريعه. عشان كده كلنا بنبدا نتجه الى وصفات لحرق الدهون. وصفات حرق الدهون بتندرج تحت بندين. البند رقم 1 هو البند اللي بيساعد على رفع معدل ضربات القلب، بالتالي زيادة النشاط، بالتالي زيادة من حرق السعرات الحرارية. رقم 2 بيعتمد على انك تشبع عن طريق الالياف او اي اعشاب تانية هنبدأ نتكلم عنها قدام، بتبدأ تساعدك انك تشبع، فتبدأ تاكل قليل، فتساعدك انك تاكل سعرات قليل في نفس الوقت تخسر دهون، وده شيء كويس. ولكن هنا اللي انا هتكلم عنه هنا اللي بيعمل مشاكل كتير جدا للناس هو الوصفات اللي هي بتبقى مخلوطة كمية اعشاب كبيرة جدا، وبالذات اعشاب اللي يعني بيندرج تحت سد الشهية ويخسر الدهون. للأسف الحاجات دي بتسبب مشاكل على الكلى والكبد على المدى البعيد، فما تحاولش انك تعملها، وخليك في الطبيعي، المنتجات الطبيعية. وكمان حاجة، انت اصلا مش بتستفاد من الحاجات دي، اقصى حاجة استفادة من 5-15%. بمعنى لو انا بحرق كيلو دهون اسبوعيا وبدأت استخدم المنتجات دي وحرقت فعليا، استخدمت معايا وجابت معايا نتيجة صح، فانت زودت على الكيلو دهون اسبوعين انت بتحرقه دوت 150 جرام دهون، فانت مش محتاج كميه الفلوس اللي انت بتصرفها دي، او يعني انك تجازف بحاجه زي كده عشان 150 جرام دهون. ولو انت عاوز تعرف وصفه مجربه والابحاث العلميه كلها اتكلمت عنها هتلاقيها تحت في الكومنتات وفي الكابشن.